والصراع الداخلي ده انتهى والحقيقة اتضحت صح؟ عشان كده أخذت القرار. خدت القرار. الدرس المستفاد الأول من التأخر اللي تأخرته للانضمام إلى ثورة 25 يناير وبتقول ده درس هو نمرة واحد وهو الأول والأخير، هو إيه؟ إن عليكش تعليم في مصر، محدش بيعرفك تاريخك، محدش بيعلمك إزاي تبقى حر. إحنا بنتعلم وإحنا أطفال جملة واحدة بس أنا فاكرها، عايز تعيش في مصر امشي جنب الحيط، عايز تبقى آمن أكتر امشي جوه الحيط. يعني أنا بس سعادتك سؤال، أنا اللي اتعلمته هو ده اللي أنا اتعلمته، خليك في حالك يا ابني، مالكش دعوة بحد يا ابني، لو لقيت واحد ميت ابني في الشارع ولا تيجي ناحيته يا ابني، ده اللي إحنا بنتعلمه من أبهاتنا وأمهاتنا. فإيه اللي إحنا يعني اتعلمناه؟ ما نعرفش، فده أساسه إيه؟ التعليم، لو في تعليم حقيقي وفي إعلام حر هيعلم الشباب وهيعلم الناس يعني إيه، يعني إيه كلمة سياسة؟ يعني إيه حبك لبلدك؟ يعني إيه انتمائك لبلدك؟ يعني إيه ولائك لبلدك؟ من حقك تقول رؤيتك بحرية. تعالوا نحكي لكم تاريخكم بالظبط، مش يبقى تاريخ مزور. يعني النهارده لما احنا مثلا حفرنا قناه السويس، احنا حفرناها ليه؟ اقتصاديا قدام الشعب المصري، قلنا من الاول هذه طب هيتنفذت، دخلت جنيه ما فيش ولا جنيه ولا دولار ولا يورو خلاص في الارض. طب اتعملت ليه؟ عشان يتحط في التاريخ ان هو في قناه السويس اتعملت في عهد عبد الفتاح السيسي. فانا كطالب النهارده طفل عيل صغير، انت اللي بتسئل، انت اللي بتحط لي المعلومات، انت بتحط لي الانبوت، بتحط لي جوه المعلومات، هطلع اقول ايه؟ السيسي حفر قناه السويس، السيسي في عصره حصل 1 2 3، مين اللي مزيف هنا؟ مين؟ وزاره التربيه والتعليم. مين اللي بيسوقها؟ نظام فاسد بيخليه بيدخل للطلب او للجيل ده معلومات كلها زائفه. فسبحان الله لما تجي لك حاجه في قلب تاريخك تخليك تفوق وكل الناس تعيد حساباتها. تمام.